رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسره، اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها كمان، وبنتلقى عليها تعليقاتكم واقتراحاتكم اللي بتخلينا دايما عايشين في بركاته في أنوار مجالس العلم. أول سؤال معانا أستاذ أم محمد من القاهرة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ازيك يا شيخ عمرو؟ أنا سعيدة قوي إن أنا بكلم حضرتك. الله يرضى أنا عنكم. أنا عندي حاجتين أرجو إن حضرتك تسمعني فيهم. يعني أنا تفضلي. كنت موظفة، وكانت طبيعة شغلنا إن إحنا يعني كان بيجي لنا حاجات مثلا بأشكال معينة إحنا كنا بنعدلها إحنا بمزاجنا وبنعمل الشغل أحسن ما كان بيجي لنا، والناس كلها كانت مرضية والكلام ده. بس أنا خرجت معاش وضميري بيأنبني، وبخرج صدقات كتير، واي حد بيحتاج مني حاجه بديها له، ومستحرمه ده بخرج جزء من مرتبي. بس انا مش عارفه اعيش من عقاب ربنا، وخايفه جدا من عذاب ربنا. معلش انت حضرتك معلش استفسار في السؤال ده، حضرتك كنت بتقولي ان بتجيلك الحاجات وبنعدلها، ولا بتجيلك الحاجات هدايا، ولا ايه بالظبط؟ لا لا حضرتك، هي مبلغ انا مثلا بنفذ بيه حاجه، بس هم مثلا بيحطوا بنود معينه ما كانتش بتريحنا في الشغل. فكنا احنا بعين وكيل وزاره والكلام ده بنعدل البنود بحيث ان احنا نشتغل الشغل كله وبنعمل الشغل زي ما هم عايزينه واحسن ما هم عايزين. والفلوس وبتوفروا في الفلوس، والفلوس بتروح لكم ولا ايه؟ لا ما بنوفرش، احنا بناخد برضو المكافئات بتاعتنا، وبندي الناس اللي هم ما كانوش بيكتبوا اسمائهم، بنديهم الحاجات، بنديهم مكافئات، وبنجيب الحاجة زي ما هم بيقول. يعني مثلا لو كانوا عايزين مثلا نجيب أكل بكذا، بنجيب الأكل بكذا وبأحسن وبالناس كويسة والكلام ده. أنا مستحرمة إن أنا مثلا ممكن أكون خدت حاجة أو اديت حاجة باسمي لحد ما يستحقهاش. فأنا يعني أنت دلوقتي معلش يا أم محمد، يعني فكنت في بعض الأحيين تكتبي اسم مكان اسمك؟ لا لا حضرتك، ببدل المشروع كله، بحط بنود تريح الكل. انا فهمت كده خلاص. السؤال الثاني، الحاجه الثانيه حضرتك، ان انا عندي ابني الوحيد. انا يعني من فتره بين باباه، بس احنا انفصلنا باحترام جدا وكلام، لكن هو ما فيش علاقه بينه وبين باباه. فالموضوع ده اثر عليه اما وصل لمرحله ثانوي، مع انه متعلم في لغات والكلام ده. اتعرف على شلة أصحاب يعني علموه كل حاجة حضرتك، وحاولت إن أنا أدخل بابا أكتر من مرة. بابا يعني ما كانش يعني بيستجيب، ما عرفش إيه السبب. يعني أنا حاولت لحد النهاردة بحاول إن أنا أدخله في حياته، لدرجة إن أصحابه دول عرضوه في وقت من الأوقات إن هو يدخل الحبس. هل 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 أم محمد أنت شوية في شوية شوية وسوسة عندك ولا لأ؟ وسوسه؟ انا ده سؤال. طيب انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. أجاوب انا مش حضرتك. عارف اقول لحضرتك حاجه تانية. الحاجه التانية ان انا لما ابني خرج وديته مصحه عشان اعدي في سلوكه، انا مش عارفه اعمل معاه ايه. انا بطلب من ربنا، انا مش طالبه من ربنا يا شيخ عمرو غير انه يغفر لي اذا كان في حد عايز مني حاجه يسامحني، وانا بحاول اخرج صدقات، واي حد بيطلب مني حاجه لو همشي له بلاد بعملها، وما بطلبش من اي طيب حد. طيب معلش يا ام محمد عشان نتاكد بس، الجزء الاولاني ده انتوا كان بيجي لكم المشروع فيه بنود معينه، فكنتوا بتنفذوا المشروع ببنود اقل او بنود متغيره بشكل تاني، بس كنتوا بتنفذوا المشروع بشكل صحيح، وكان بالزبط. مديرك موافق على ده لان بالزبط. ده في مصلحه الشغل، صح كده؟ بالظبط، ايوه بالظبط كده. شكرا، انا هجاوب على حضرتك يا ام محمد. بصوا يا سيدي، اصل السؤال ده كان مهم جدا عشان الناس، احنا طول الوقت كل اي حاجه فيها اي شكل من اشكال الفساد فهي حرام، لان الفساد دوت والعياذ بالله ظلم، وفي اهدار للمال العام، وفي تعدي على اموال الناس، ولذلك الفساد ده احنا بنواجهه وبنقاومه في كل حاجه. لكن في حاجه اسمها التصرف حسب السلطه المخوله. يعني ايه التصرف حسب السلطه المخوله؟ لو ان واحد بيتصرف وفي سلطه ليه مخوله ان هو يعمل الاحسن ويحافظ على العاملين ويساعد الناس كلها على ده من غير ما يكون في مخالفه قانونيه او مخالفه لنظم العمل، فده جائز. جائز ليه؟ لأنه هو عمل حاجة مبتكرة، وفرت وحسنت وعملت ده. بالعكس احنا بنطلب ده من الموظفين، بحيث ان هو لا يكون فيه مخالفة قانونية، ولا يكون فيها إهدار للمال العام، ولا فيه كمان أكل الأموال العامة. إذا كان الكلام ده وحد عمل الحاجة دي بطريقة أحسن ودوت في حدود سلطته، فده جائز ليه، لأن هو
بيقوم مقام الوكيل في تنفيذ الأعمال، إنما لو كان ده مش في سلطته ومش كمان، لأن هو المفروض إن الوكيل مرهون بإذن موكله، فهو إذا كانش مأذون له إنه يعمل الكلام ده فهو مش من حقه، مش من حقه إنه يعمل حاجات هي مش مخولة ليه. أما وإن حضرتك بتقولي إن مدير حضرتك وإن المسؤول عن حضرتك كان شايف إن دي طريقة أحسن وكان شايف إن دوت ودوت في سلطته، خلاص أنت ما عليكيش حاجة. أنا مشكلتي بقى عند حضرتك جلد الذات اللي أنت بتعمليه ده، وأظن جلد الذات ده زودته كمان الأزمة اللي تعرض لها ابنك. لا، أنت لازم تعرفي إن الله سبحانه وتعالى رحيم، وإن أنت ما عملتيش حاجة فيها فساد ولا فيها إهدار للمال، بالعكس أنت كنت بتحاولي بقدر الإمكان إن أنت تخلي بيئة العمل أكثر إنتاجا، فلذلك أنت عملتي حاجة صح. لكن في نفس الوقت أنا مش عاجبني كمان إن أنت تحملي نفسك هذه المشكلات وتعتبري نفسك عندك مخالفة وقاعدة تخرجي جزء الصدقات، بركة ونور وسعة في حياتك، بس تخرجي الصدقات مش هروبا مش هربا، لا طلبا، طلبا لوسعي، طلبا للبركة، طلبا للفتح، طلبا للوصل بينك وبين الله. لكن اللي انت بتعمليه دوت من ان انت تفضلي في حالة جلد للذات ده مش جيد، وده هيبقى خطر على حياتك الإنسانية وخطر على حياتك. انت لسه هتدعمي ابنك عشان يخلص مرحلة علاجه، أما ابنك كمان فأنت عايزة ترعيه ودايما تدعميه وتخليه يثق إن هو هيخرج من كبوته وإن شاء الله سبحانه وتعالى يبارك لك. أما والده اللي هو مش عايز يقوم بدوره في حياة ابنه فدوت من تضييع من يعول، وده إثم والعياذ بالله، ومن أعظم الإثم، فليتق الله سبحانه وتعالى. الست خلاص ما بقتش مستحملة، فاتق الله سبحانه وتعالى ورعى أولادك عشان دوت أول ما تسأل عنه هو أولادك. معانا الأستاذ أحمد من الجيزة. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فندم بس أنا عندي سؤال، معلش يا شيخ. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك أنا معايا أربع أولاد، في بنتين كبار في مراحل التعليم مختلفة، فمطالبين تعليم، واحدة داخلة ثانوية عامة وواحدة داخلة جامعة. فأنا مش عايز أدخل اللي داخلة الجامعة ديت بسبب انها ظروفي على قد، فهل كده انا ظلمتهم؟ انا بشتغل ما بقصرش واشتغلت شغلانه واثنين وبتاع، بس الدخل على المعيشه والبتاع ومش قادر ان انا ادخلهم، فهم زعلانين ان هم عايزين، وانا والدروس والحاجات قطمه وسط، فانا حاسس ان انا ظالمهم، بس مش عارف، انا مش مقصر في حاجه، فعايز اعرف انا كده ليه عليا ذنب ولا هم اللي في الجامعه قلت لها لا خدي الثانويه العامه وقعدي مش قادر ادخلها، فانا كده طيب انا بقول لحضرتك حاجه، ما دام انت مش قادر على ده انت كده مش قاسم، لكن انا بناشد كل الناس اللي تقدر تساعد حضرتك ان هي تساعد حضرتك في انك انت تكمل تعليم اولادك وخاصه البنات. احنا بنهتم جدا 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 بتعليم البنات لاشياء كتيره جدا جدا، لان البنات دول هم اللي هيربوا الاجيال، البنات دول هم اللي هيساعدوا في الحفاظ على الاسره. كل ما رفعنا جودة وخصائص البنت احنا المجتمع هو المجتمع منتفع، وكمان ده من باب وصية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. انا اقول لك حاجة، ان ربنا سبحانه وتعالى ان انت تكمل لهم، وان شاء الله ربنا ييسر لك وتخليهم يكملوا تعليمه، لكن انت لو انت مش قادر خلاص، لو كنت قادر تقترض وتسدد القروض ديت عشان تعلمهم علمهم، لأن التعليم مهم جدا جدا لمستقبلهم. لكن أنت لو مش قادر خلاص خلاص لست آثما، ولكن التعليم أمر مهم جدا في حياة الأولاد، وخاصة عيد الكلام ده، وخاصة في حياة البنات. ربنا إن شاء الله يعينك، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك، لكن أنت مش آثم إذا كنت لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معانا السيدة أم يوسف. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عمرو؟ بخير الحمد لله. أنا معايا ياسين عمره 4 سنين. طيب أم يوسف، بس أتمنى على حضرتك إن حضرتك توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. أنا كشفت عليا نزيف دكاترة والسخونية مش بتسيبه على أولى خالص، وأنا بقى طول الليل قاعدة دي وبعيط من سببه، مش عارفه في ايه، ومعايا ولد شاقي على ولا خالص مش بسمع الكلام نهائي، وتعبني جوه وجايبني نفسه، يعني جايبني النظره من الناس. بص يا سيدي، مش بسمع كلامي خالص.
طيب فين سؤالك يا ام يوسف؟ سؤالي نفسي تدعي لياسين ربنا يشفيه ويوسف يحوش عني، لان ابوهم فقد السمع وما بيسمعش وقاعد في البيت، وهم تعبين الاثنين مش عارفه الاقيها منين ولا منين. فالمستحن على قد ما بقدر اقولهم، لانه سمعوا على قد وسمعوا وفقد السمع وانا واخداه كده، وياسين ما بطيبش عليا ولا جيل دكاتره لحد دلوقتي ومش عارفين عنده ايه. طيب ويوسف معجزني ومخلي الناس كلها نظراني ابنك 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 ابنك، فدي من جيل تربيتي ولا دي من ايه؟ طيب يا ام يوسف انا هقول لك تعملي ايه، وربنا ان شاء الله هيكرمك وان شاء الله. تعالي الاول ندعي لابنك اللي هو عنده سخونيه دي متواصله، ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه وينظر اليه بنظر اللطف ويجعل جسده الطاهر منزل للالطاف ومنزل للبركات ومنزل للرحمات، ويعفو عنه ويجعله في خير حال يا رب العالمين. اما ابنك بقى اللي هو يوسف دوت اللي هو بيعمل مشاكل وبيعمل كده، انت لازم تقعدي معاه، لان هو في الحقيقه هو مشكلته ان هو حاسس ان هو ما عندوش سند، فبيحس ان هو المساحات اللي حواليه كلها مساحات بتخليه، لان هو بسبب ان والده ما بيقومش معاه بكل الادوار اللي ممكن اباء تانية بيقوموا بيها مع اولادهم، فهو بيحس ان هو منطلق شويتين ثلاثه. فالحل هو ايه؟ بس ان انت تقعدي معاه وتتكلمي معاه كتير، وتخرجي معاه وتتحركي معاه، وتخليه كمان مسؤول عن رعايه اخوه، ودوت ان شاء الله يكون ليه اثر كبير جدا جدا في شخصيته. يعني تعالي قولي له انا محتاجه لك تقف جنبي، عشان من غير ما تلوميه، يعني مش تلوميه، لكن قولي له عنك انت، قولي له عن احتياجك انت، مش ما تقعديش تلوميه لان هو هيفلت منك، لان هو هيتمرد، لكن كبريه قولي له انا محتاجه لك تقف جنبي، محتاجك تبقى سندي، محتاجك تبقى ظهري. هو ساعتها هيبتدي يفكر في الكلام اللي انت بتقوله له ده. الامر الثاني ببساطه خالص، لازم انت تتعودي دايما ان انت تدعي له، ادعي له في كل سجده من سجدات صلاتك، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوريك الخير كله ان شاء الله. استاذه علا من الجيزه، ازيك يا استاذ؟ الحمد لله بخير. عندي ايوه يا استاذ عمرو، اتفضلي يا فندم سامعك. عندي بنتي عندها 5 سنين بتقوم مخروعه على طول وبتحلم باحلام وحشه. طيب هو ده بتقولي عايزه نعمل معاها ايه؟ هقول لك نعمل معاها ايه. حاضر. بصي يا استاذه علا، اول حاجه او ارجوكي استحلفك بالله، ما تودعهاش لحد يعالجها، ما تودعهاش لحد يعالجها، اقصد من الناس اللي بيعالجوا من الجن ومن العفاريت. بنتك ما فيهاش حاجه خالص، لكن بنتك بتقوم مفزوعه عشان حاجات تانية هنعرفها بس بعد شويه، مش هنقدر نعرفها دلوقتي. هي عندها 5 سنين، احنا ممكن نسالها. هي عندها 5 سنين، لا نسالها من دلوقتي انت في ايه، نفضل نحقق معاها في حياتها، لان ان هي بتقوم مفزوعه في حاجات كتيره ممكن تحصل في حياتها. وارجوكي لما تقول لك على الحاجه اللي هي مفزوعه منها ما تستظهرهاش، ما تقولي ما كل العيال بيحصل لهم كده، لا، كل واحد وكل طفل بيفرق عن الطفل التاني، فالاطفال متنوعين والاطفال حساسيتهم بتختلف، فعشان كده اقعدي معاها. مش قادره تقعدي معاها، وديها لحد اخصائي نفسي يقعد معاها في السن ده. في السن ده هو كده مش عيب، يعني هي مش كده تبقى يبقى حاجه غلط؟ لا مش حاجه غلط ولا حاجه، اعملي كده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم الخير. الامر الثاني، حاولي على طول ترقيها، تقراي الفاتحه والمعوذتين، سوره الفلق وسوره الناس مع الفاتحه عليها طول الوقت، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في احسن حال. معانا الاستاذه منى. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا متجوزه ومعايا 3 عيال. طيب. وجوزي عارف واحده تانية، اعوذ بالله، بيقول لي ان هو بيحبها، هي متجوزه. طيب. وبيقول لي ان هو بيحبها. طيب. هو كده رامي عليا اليمين بقاله كده اكتر من شهر، اقل من شهر. هو بقى مش عايز، ولا عايز يردني ولا عايز يسيبني، وانا معايا 3 عيال وانا مش عارفه اعمل ايه. طيب اقول اكلمك على الامرين. اولا ان هو بيحب واحده متجوزه، وهيروح يلاغيها ويكلمها، انا اسف يعني في التعبير، ويحاول يلف عليها، فدوت حضره النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، لان ده بيستجلب لصاحبه اللعن. يعني لو واحد خبب امراه على زوجها ده بيبقى ملعون.
يعني ايه خبب امرأة على زوجها؟ يعني خلاها تكره جوزها وتتطلق منه، ده ملعون. ولذلك انا بقول لزوج حضرتك اتقي الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية والبسيطة والسهلة ان هو تعملي انت ايه مع زوجك ده، لازم يبقى فيه زي ما بيقولوا كده قعدة كبار، اللي اشار اليها القرآن بان احنا نبعث حكما من اهله وحكما من اهله، نخليهم يقعدوا يشوفوا المسألة دي ايه. اذا كان الكبار عارفين ان هو على علاقة بالست دي، الكبار مش عارفين يبقى انت تقعدي معاه وتقولي له احنا عندنا اولاد وعندنا سمعة، واحنا وانا وانت زوجي وماليش غيرك، انت كده احنا كده هنفسد الاسره. المساله مش انت بس اللي بتعمل كده، لا ده احنا عندنا حياتنا كلها وحياه اولادنا ومستقبلهم، فاحنا عايزين نتقي الله في اولادنا وعايزين نتقي الله سبحانه وتعالى عشان نحاجي على البيت ده. وبعدين انت راجل محترم وراجل عاقل، ما تمشيش وراء اهوائك فتدمر مستقبلك ومستقبل اسرتك كلها. الكلام اللي زي ده كلام هيفتح الباب، نقعد بقى ونتكلم ازاي احنا نغير حياتنا، ولا بأس لو ان هو يرضى يتفضل عندنا في مركز الإرشاد الزواجي ونكلمه، ونكلمه ازاي ممكن يغير حياته، وايه اللي ايه اللي بيخليه مش عايش في توافق ولا في رضا ولا في سعادة في حياته، عشان يفتح باب من ابواب الإقبال على الله سبحانه وتعالى وملي البيت بالمودة والرحمة. يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة عن مسألة مهمة قوي، وهي إدارة المشاعر وخاصة إدارة الغضب. عارفين يا سادة الإنسان بعد ما بيدير غضبه وبيبقى عنده مهارة إزاي يقدر يمسك نفسه، بيحس إنه قريب من ربنا، بيحس إن قلبه لان، بيحس إنه عنده رحمة، بيحس كمان إن الدنيا واسعة. أي حد بيحس إن البيت بتاعه ملتهب ومليان غضب يحاول يكتر الرحمة في قلبه، يحاول بقدر الإمكان أنه يعمل الإجراءات اللي احنا قلناها، ويعرف أنه مش لوحده، يعرف أنه ممدود من الله سبحانه وتعالى، ويعرف أن الله سنده، ويعرف أن حياته هينشرح فيها صدره، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيبارك له لما يجبر خاطر مراته بأنه ما يغضبش وما يتعصبش وما يحرقش البيت. يا سادة الغضب والعصبية ما بتخليش واحد كبير، لكن بتخلي النار في البيت تطير. يا رب جنبنا المكاره، وجنبنا الغضب، وجنبنا العصبية، وأذقنا يا ربنا شهد الحكمة وأنوار البركة وأنوار العقل والمنطق، حتى نستطيع أن نرى جمال عطاياك في بيوتنا، ونعلم أن بيوتنا محل لنظر رحمتك ولطفك وكرمك، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.